أنا ذولا جهالي أطفالي شمس وأحمد مدارس أحدث المدارس متميزات المنصور بتي. أنا جاية عند رسالة العادل عبد المهدي، دوس عليه وعلى الجهال وعلى الطلاب وعلى الشباب وعلى العراقيين اللي صار لك 17 سنة تبوقون بينا وتنهبون بينا وتغتصبون ببناتنا وتخطفون بولدنا وتشبتون سنة وشيعة. الشغلة الوحيدة بدي أشكرك عليها إنه وحدتنا، نبقى سنة وشيعة أخوان، دوس علينا زلمة ونسوان وكبار ترجع لبغداد، بيتي بالمنصور وهذا وجهي وما تخوف قلبي.